الرحيم. صباحك الله بالخير طال عمرك. تحياتي لأصحاب المعالي وأصحاب السعادة. بداية ودي أشكر طال عمرك على تشريفك لنا اليوم، وكذلك أشكر الأخوان أعضاء مجلس الإدارة والشركاء مع شركة إيجل هيلز في المشروع المرموق. كذلك ودي أتقدم بالشكر لجميع المؤسسات الحكومية الموجودة في البحرين اللي حقيقة قدمت كل العون وكل المساعدة وسهلت وجودنا اليوم في يوم مثل هذا، فيه نتيجة وفي عمل وفي تسليم. فلله الحمد. أولا نشكر رب العالمين على هذه النعمة، نشكر جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه، نشكر شيوخنا وأهلنا وبلدنا وأمننا وأماننا أنه وصلنا لمستوى نقدر نشتغل فيه ولله الحمد بكل سهولة. فأساس النجاح عندنا في بلدنا بأن بلدنا مسهل كل شيء لنا ولله الحمد، ما علينا إلا العمل. ولكن في نفس الوقت كذلك أقدم شكري لكل العاملين في مكاتبنا، سواء كانت مكاتبنا في البحرين أو موظفيننا في أبوظبي، كل المقاولين اللي تعاونوا معنا خلال الفترة السابقة لوصولنا لأول تسليم أول المباني، كذلك الاستشاريين الموجودين للعمل معنا سواء كان الدوليين أو المحليين. والأهم كذلك هي نشكر ثقة زبايننا والمتعاملين معنا في العمل معنا في هذا المشروع. وحقيقة يعني مثال بسيط بأن سبحان الله في العقار يعني الزبون يسلمك المبلغ أو يسلمك المبالغ 3 سنين 4 سنين قبل تسليم المبنى، فهذه فيها ثقة عالية، لأن عادة العمل طال عمرك أن الإنسان يدفع المال ويحصل على البضاعة. هذه الشغلة الوحيدة اللي أنت لازم تثق، يكون عندك إيمان بأن في عندك شريك معاك تثق فيه أنك أنت تسلم المبالغ على 3 سنين، وأنك تثق فيها أنه يسلمك البضاعة بعد 3 سنين. فهذه ثقة غالية نشكر فيها صراحة المجتمع في البحرين وزبائننا الموجودين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وكذلك دولة الكويت ودول أخرى على ثقتهم الغالية فينا. ونتمنى إن شاء الله أن نكون نحن عند حسن ظنهم في خدماتنا اللي نقدمها سواء حاليا أو الخدمات الحديث القادم إن شاء الله اللي تقدم خلال الأشهر القادمة. شكري الجزيل مرة ثانية وألف مبروك لجميع المشاركين، ومشكور طال عمرك على وجودك معنا.